نستمع من الأخوات حول لماذا رددت في ترشيح نفسك إلى هذا الموقع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحب أعرف على نفسي، أنا صباح حمد الله أبو عنزل الحياصات، معلمة متقاعدة خدمت 24 سنة في تربية الأطفال، خرجت المهندس وخرجت الطبيب وخرجت الحراث وخرجت اللي مش لاقي وظيفة، والآن أنا عضو في لجان المرأة وعضو في اتحاد النساء وعضو خيري في جمعيات خيرية مستورة. ترشحت قبل هالمرة في 2017 البلدية، والحمد لله فزت بمقعد الكوتة عن النساء، والآن أرغب بالترشيح في الجولة الثانية في الإدارة المحلية، وأرجو من الله أن يوفقنا لنيل عفوا هذه اليسار الخطة بيننا. يعني بحب أتحدث لا، نحن الآن على مرحلة التعريف ومن ثم ننتقل إلى السؤال الآخر إذا تكرمت. أستاذ شهاب، إذا تكرمتي تعرفين بنفسك ذاتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا شاهة محمد الحمدان أنسور، تربوية ومتقاعد الآن. أما مسيرتي في المسيرة التربوية، أولا كنت معلمة، ومن ثم مديرة مدرسة، ومن ثم رئيس قسم النشاطات التربوية. خدمت 33 عام في مديرية التربية والتعليم، قائدة، عضو في لجان المرأة، عضو في الاتحاد النسائي، أيضا عضو فاعل في نادي معلمي البلقاء، هيئة إدارية، منتخب طبعا، ممثلة الأردن باللجنة العربية للكشاف والمرشدات، قائدة المخيمات، قائدة العمل التطوعي، قائدة في العمل التطوعي والاجتماعي، أيضا من خلال مسيرتي قائد تدريب دولي حصلت عليه، مثلت الأردن بالعديد من المؤتمرات ووضع الاستراتيجيات على مستوى الكشافة والمرشدات، قائد تدريب دولي على مستوى الوطن العربي، اثنين عضو في لجنة الإعلام في جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، رئيسة لجنة خدمة وتنمية المجتمع في جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية. عملت مع القطاع الشبابي من خلال المخيمات الكشفية والإرشادية، وأيضا عملت معهم من خلال معسكرات الحسين للعمل والبناء، ومعسكرات الكشافة والمرشدات، ومعسكرات العمل التطوعي. فكان لي الشرف الكبير إني أكون بين أبناء الطلبة اللي زي ما تفضلت أم فادي، اللي منهم الطبيب، واللي منهم المهندس، واللي منهم الصحفي، واللي منهم بالقوات المسلحة اللي بنعتز ونفتخر فيها. شكرا. يعني قد استمعنا أخواننا المتابعين الأغلب أن هناك الآن يجري عملية بث مباشر لهذا الموضوع. استمعنا حول من الأخوات حول موضوع التعريف بالذات. الآن السؤال الذي يراود الجميع ومطلوب من الأخوة المترشحين كافة، يعني ليس فقط المستضيفين، إنه سؤال بعنوان كبير: لماذا تريد الترشح؟ الآن يعني أنا معلن الوقوف على خط واحد من جميع الأخوة. يعني كنا أخوات إن شاء الله. شكرا. طبعا بدي أبدأ أهلي وعزوتي. طبعا اليوم أنا بوقف بين إخوان أعزاء بالتحدث عن أسباب ترشحي، أو كلنا ننصب أمام مدينة
وحدت للسلطة الحاكمة. أنشئت المجالس البلدية كما هو معروف من عام 1925، وهي قائمة إلى يومنا هذا على أكتاف أبناء البلد الشرفاء. لماذا ترشحت؟ إن خوضي للانتخابات جاء وفق تطلعات وحقائق جسد الشراكة بين المواطن وبين المجلس البلدي. كان يطلق المجلس البلدي مجلس بلدي ولا مركزية، الآن إحنا عندنا الإدارة المحلية تضم المجلس البلدي ولا مركزية سواء. طبعاً كل هذا للدافع المحبة والمساهمة في تطوير مدينتنا الحبيبة. الأهداف اللي أنا حاطها نصب عيني، طبعاً تكميلاً لما بدأت به بالسنوات الأربعة السابقة اللي ما قدرتش أكمله، إن شاء الله بكمله في هاي المرحلة. أولاً اللي هي المشاركة الفعالة بين المواطن والبلدية. المواطن يجب أن يكون محاسب لأعضاء المجلس البلدي، يعني شو اشتغلتوا شو عملتوا، هو نفسه اللي بيحرك أعضاء المجلس البلدي، بحاسبهم على كل حركة عملوها أو كل وعد وعدوه وما نفذوا. تنفيذ أي مشروع طرحناه أمامكم ولم يتم تنفيذه طبعاً، ومن الممكن تنفيذه ولم يتم، عليه على المواطن نفسه أن يحاسب هذا العضو. أهم إشي عندي معالجة ودراسة أزمة المرور داخل مدينة الصلت. منها أهم إشي كان عندي اللي هي مكان الحراجات القديمة اللي هي كلنا بنعرفها، الباصات. هناك كان عندنا مشروع طرحناه إنه نبني مواقف مجانية على عدة طوابق، وبعديها نبنى مؤسسات لبنيها. اثنين، من أهم من ذلك الخدمات البلدية لكل مواطن دون تهميش، وحطوا لي خط دون تهميش للجميع، طبعا وفقا للأصول والقوانين اللي أنا بقدر عليها. أنا بديش أتعدى من القانون وأعمل إشي للمواطن وهو مخالف للقانون و زيادة المساحة الخضراء في مدينة الصلت، واللي أهم من هذا المحافظة على المساحة الموجودة من المواطن. في عندنا مساحة صغيرة إذا المواطن حافظ عليها وأنا حافظت عليها وابني حافظ عليها وبنتي حافظت عليها وابنك، بتزيد هاي المساحة. فإحنا في بعض المناطق نزرع شجرتين، نيجي ثاني يوم نلم شجرة، يا ماكلها الغنم يا قايمها المواطن. فحبذا لو هاي التوعية بين المجلس البلدي والمواطن تكون. استغلال دخول مدينة الصلت ضمن قائمة التراث العالمي. أهم إشي إحنا لازم نشجع السياحة، والسياحة أنا ما بدي أجيب عصا سحرية وأقول لكم بدي أعمل بدي أعمل بدي أعمل. إحنا ضمن القوانين وضمن ما بنقدر عليه نعمل. مثلاً السياحة كم نشجعها؟ أول إشي وما تنقصه مدينة الصلت المرافق العامة داخل البلد. السائح لما يجي مش معناه بيجي السائح يقعد نهار كامل ومحصول عن استخدام المرافق، أو أي مواطن ينزل على البلد بده يستخدم مرافق، ما في عندنا مرافق عامة. فهون أنا هذا هدفي إنه إقامة مرافق عامة تكون تابعة لموظفي البلدية من حيث المتابعة. الإصلاح الشامل من حيث خدمات والبنية التحتية، وهذا بيكون تعاون مع نوابنا ومع اللامركزية في مدينة الصلت. البنية التحتية لمدينة الصلت أهم شيء، نوابنا وتبعين اللامركزية يتعاونوا معنا إذا ردوا علينا إن شاء الله. الاهتمام الفعلي بقطاع الشباب وإعطائهم الأولوية من خلال مشاركتهم في مبادرات اللي هي، وهاي المبادرات شأنها برفع المستوى الإدراكي ودورهم التفاعلي في المجتمع. عن طريق كيف بدي أعملها؟ عن طريق مشاريع تنموية، مثلاً
مدينة الصرف هي مدينة الأوائل، أول غرفة تجارية، أول مدينة الصرف ثانوية، أول بلدية. هاي البيوت القديمة الموجودة عندنا والمهجورة يمكن إيجاد حلول جذرية لها، والشباب نفسهم بطاقاتهم بإمكانياتهم يستفيدوا منها وينموا أنفسهم وينموا البلد بهاي الأشياء. طبعا أهم إشي وأهم نقطة أربع سنوات وأنا أطالب بيها ولم تتحقق هي الاجتماعات الدولية، وطلبتها إنه لازم كل ثلاث أشهر كل أربع أشهر في قاعة الاستقلال نعمل اجتماع دولي نحط المواطنين شو عملت البلدية، شو الإعاقات اللي ما قدرناش نحققها، شو الإنجازات والمعوقات، وشو دور المواطن في حل هاي الإنجازات. وألف شكر، وهذا اللي عندي. سلام سلام السلام. الله يعطيك العافية. حقيقة إنه يعني برنامج ثري ملاقاة، لكن هذا كلها يتطلب منا جميعا إنه نشتغل بروح الفريق غيرة على المدينة وغيرة على مصلحة الأجيال القادمة، لأنه هذا ما نطمح له، إنه أن يكون هناك تقارب ما بين الجيل القديم والشباب، إنه يكون القوة اللي موجودة الآن يتم اختصارها. وأنا يعني حابب أشير وأأكد على نقطة حكت فيها الوقت أمفاني على كل أنا حقيقة يعني شهادتي إن شاء الله ممكن بتحقق إنه فعلا تم دعوتنا في أحد المرات لحضور الاجتماعات، ولكن للأسف الشديد إنه إيد واحدة ما بتذكر لحالها. صار اجتماع دوري مع المجلس، مع كل الاحترام للمجلس السابق المحلي، على نية أن يتم إعادة اللقاءات فيما بعد، ولكن للأسف الشديد إيد واحدة ما كانت بتذكر. أتمنى التوفيق لكل الأخوة اللي قدموه، اللي قدر على شيء وقدموه يختلف عليه، ونتأمل إنه تجد روح التنسيق وروح العمل بروح الفريق مع الإخوان الثانيين. حكت أختنا صباح بالنسبة ل قطاع أو بديش أحكي قطاع الشباب علشان يقولوا مفشش. بالنسبة لموضوع الاجتماعات الدولية، أنا بضع بين أديك وبين هذين الأمور إنه لابد من النظر في موضوع لجان الأحياء حتى يشكل حلقة أسهل لعقد الاجتماعات واللقاءات الدولية، بحيث يتم من خلال هذه لجان الأحياء. إحنا الصلب كبر، عدد السكان كبر، الناس اختلطت، اللي كان بيعرف كل الحارة اليوم الحارة والواحد في المنطقة. إذا حكينا بواقعنا فإحنا بحاجة إلى إنه يتم يعني التنسيق في موضوع إيجاد لجان الأحياء والعملية تكاملية. هناك بكل حي من الأحياء مدرسة، مدارس سواء ذكور أو إناث، أولياء الأمور في هذه المناطق من الطلبة هم سيشكلون. وبالنسبة وهذه مسألة بسيطة يعني تم التنسيق وأرجو أنه تدرجيها فيها. الآن ننتقل معكم إلى الموضوع الآخر والشق الآخر من هذه العملية، أو العرس الوطني كما أطلقت عليه أنا، ولو أنه الكثير يقول لي بتحفظ علي لما أنا بحكيها. فاللامركزية، اللامركزية اللي معناها الشمولية، نتمنى من الأخت الشاهد المترشحة أن تعطينا بإيجاز عن اللامركزية، ومن ثم البرامج التي أو البرنامج الانتخابي تبعها. شكرا أستاذ هاشم. أنا كنشمية من نشميات هذا الوطن بشكل عام، وكبنت الصمت
وعارف هموم المنطقة وعارف هموم السلط وأهل السلط ومن إيش بنعاني، وأنا فرد منكم أيضا بعاني منها كما يعاني أي واحد من المحافظة من أبناء المحافظة أو بنات المحافظة. قبل لا أحكي بحب أوضح إنه يجب أن نكون إحنا كمرشحين قريبين من نبض الشارع، برنامجنا من نفس نبض الشارع، لأنه البرنامج اللي بنحكي عن نبضيته طموحاتنا كثيرة، آمالنا كثيرة لهاي البلد اللي احتضنتنا واللي إلها حق علينا، إن نبدأ من الواقع البسيط الذي ممكن من خلاله التطبيق بالواقع. احنا كثير سمعنا برامج وورود ولكن للاسف لم تحقق، فخلينا دائما نكون نحكي بشفافيه وبوضوح شو هن برنامجي ينطلق من المنطقه وتعزيز الفرص الحقيقيه للتنميه لمدينه السلط واقامه المشاريع الانتاجيه موضع التنفيذ واستثمارها لخدمه المنطقه. واحنا بنعرف انه المنطقه لها خصوصيه دائما، المنطقه منطقتنا من فيها عده مسارات ممكن انه نشتغل عليها، في عندنا المسار السياحي، في عندنا الزراعي، في عندنا الاقتصادي، وبحب احكي عن اربع مسارات ممكن اللي هو نتحدث عليه في برنامجنا اللي هو محور الشباب والمشاريع التنمويه، في عندي المحور الاخر اللي هو محور الاستثمار السياحي والمبادرات الشبابيه، وزي ما تفضل في عجز اللي حكاه ابو هاشم قبل شوي انه الاحياء الشعبيه اللي موجوده عندنا، احنا في عندنا اول ثروه اللي لازم نستغلها اللي هي عقول الشباب، في عندنا شباب مبدعين، في عندنا شباب بس بدهم من يوجه البوصله لهم، احنا في عندنا مهندسين، في عندنا دكاتره، في عندنا اطباء، في عندنا من جميع التخصصات، هذه يجب ان تكون هناك تشاركيه ما بيننا وبين الشباب المبدعين حتى بالتالي نعمل شراكه، هم يخططوا، مش بس احنا نخطط، مش بس اللي بده يوصل انه يخطط، لا، في عندنا شباب مبدعين، هم خليهم هم يخططوا معنا واحنا نكون ميسرين لهؤلاء الشباب حتى بالتالي نوصل الى التنفيذ الفعلي. في عندي المحور الاخر اللي هو محور العمل التطوعي، دائما ابنائنا المبادرين وابناء الصوت بالذات ومحافظه البرقاء دائما مبادرين في الاعمال التطوعيه، وخير ما شفنا عليه الفزعه، فزعه النشامات اللي صارت ايام الثلج، فكان فعلا انه ترفع لهم القبعات جميعا على الجهود اللي بذلوها وعلى التشاركيه اللي عملوها. في عندي الثاني اللي هو الاستفاده من مكتسبات التنميه المحليه، دائما في عندنا عدد من المشاريع اللي بتحطها الموازنه على مستوى المحافظه بشكل عام اللي بنستغلها، واهم شيء انه نرتب بيتنا الداخلي دائما وابدا، يكون في عندنا ترتيب لبيتنا الداخلي، ايش هو اللي بنعاني منه؟ شو بنعاني؟ بنعاني من الفقر والبطاله، وهذا اول شيء اللي بيعاني منه شبابنا في هذه الايام، كيف بدنا نعمل عليها؟ عن طريق وضع استراتيجيه اولا، وضع اهداف، وضع خطه، اي شيء شغله عشوائيه لا يمكن نقدم، الفزعه ما بتذكر، لازم لما يكون لنا خطه استراتيجيه واهداف وخطط مدروسة، خطط لجميع المدينة، مش ناخذ مسار واحد إذا ما كان هناك خطة شمولية مدروسة ووضع استراتيجية للدخول بجميع المسارات اللي إحنا بنرغب إن نوصل لها. طبعا في عندي البرنامج الانتخابي اللي أنا بحب أنفذه من خلال رؤيتي للامركزية، المركزية اللي كانت عبارة انه احنا نمثل كل المشاريع اللي بنخططها من الدولة، اما الان وحسب رؤية جلالة الملك انها تطلع واهل مكة ادرى بشعابها، احنا لما نكون بالمحافظة نعرف ايش احتياجاتنا،
تعرف ايش احتياجات شبابنا، ايش معاناتنا، فلذلك احنا اقرب ان نحط الخطه وايش المشاريع اللي ممكن نلتفها وايش المشاريع اللي بتنهار بنحتاجها. إقامة المشاريع الإنتاجية موضع التنفيذ واستثمار يعني خدمة المدينة بشكل عام ومشاريع مستدامة، يعني مش أجي والله أنا أعمل فزعة، لا، بدي أنا مشاريع مستدامة اللي ممكن من خلالها أشغل الطاقات الشبابية اللي موجودة. في عندنا كثير في المدينة الصناعية اللي عملوها للأسف 25 سنة لم ترى النور إلى الآن، يعني تحبو كالطفل الصغير. لماذا لا نتابع؟ هاي المدينة بشكل فيها عدد من أبنائنا العاطلين عن العمل. حكينا عن المشاريع التنموية اللي هي من خلال جذب الاستثمار، تشجيع المستثمرين. يا عمي احنا عندنا مستثمرين، انتم مستثمروا بالبلد، ليش ما نستثمر فيها؟ في عنا بيت الصمت التراث مثلا حاطينه في موقع غير مناسب، حاطينه عند السجن. طيب ما بدي اولويات، بدي انا يكون اول شيء معروف، بدي يكون عليه مواصلات، بدي افعله. لذلك في بعض الاحيان انه في عنا اختيارات خطا، والنتيجه انه احنا ما بنتابع. انا كناقد مش بس انا بدي اطلع المرشح واوصله، لا، انا لازم احاسب هذا المرشح بالطلع. وين اللي حطيته؟ وين الاستراتيجيه؟ وين المشاريع؟ تابعها. احنا كلا مركزيه في عندنا صلاحيات عده. في عندنا بند من البنود اللا مركزيه اللي هو اي مشروع يقام داخل المحافظه وفي اي منطقه الاولويه تشغيل الشباب في هذا البند. ما اروح اجيب مستثمر من برا او معاهد من برا. في عندي مثلا لو مديريه التربيه والتعليم قامت ببناء مدرسه، انا كمركزيه لازم اتابع، لازم اشوف اتابع خطط المديريات كلياتها، سواء مديريه الاشغال، سواء مديريه التربيه، مديريه الصحه. من خلال متابعتي انا لهي الخطط اللي توضع بشكل عام، احنا حكينا بالتنسيق، ما في شيء بيصير الا بالشراكه المجتمعيه، شراكه المؤسسات المدنيه بالمجتمع المدني، المؤسسات الحكوميه، المؤسسات الخاصه. اذا ما تشاركنا مع بعض لا يمكن نوصل لحل، لا يمكن. ما في العافيه، وارجو يعني بحضور هذه النخبه الطيبه من ابناء المدينه يعني متميزين في حراكم في موضوع الانتخابات. المجال مفتوح، اذا بحب اي احد من الاخوان يسال فالباب مفتوح. طبعا هو ان شاء الله جد مساكم، شكرا لكل واحد حضر. بس انا بدي اعلق على نقطه، اعضاء المجلس البلدي عاده هم اقرب للشعب من او للناس من اعضاء اللامركزيه. في فجوه كثير كبيره ما بين اعضاء اللامركزيه والناس. هذا اولا. ثانيا يعني ام فادي حكت النقطه انه المحاسبه والشفافيه ما بين عضو المجلس البلدي والمواطن، مضبوط؟ بس القانون يسمح للمواطن انه يحاسب مثلا عضو البلدي او يتابعه. بس القانون يسمح انه احنا كمواطنين نتابع مثلا المجلس البلدي اذا يسمح. فهذا الموضوع فعليا ممكن يغير اليه الانتخاب، يعني اذا فعليا هذا الموضوع طبق على ارض الواقع انا ممكن احاسب العضو على اللي نفذه، فبالتالي ممكن نخرج المخرجات تطلع على اعضاء كثير يعني لهم عليهم حساب زي ما لهم عليهم حساب، يعني انا ممكن اصوت لك بس بالمقابل راح احاسبك شو عملت. بينما اذا بدنا نيجي على اللامركزيه ما كمواطنين بدناش عليكم سلطه اطلاقا. لذلك انا اتوقع يعني نسبه الاقبال على اللامركزيه بالانتخاب بتكون تباعا للبلديه وليس هي الاساس. انا بحكي لك النقطه الرئيسيه انه كان كثير بعاد عن الناس، وصراحه ما فيش اي تاثير احدثه اللامركزيه بالمره اللي فاتت على السلطه.
شكرا للسؤال. يعني حتى المواقع اللي تروح هذه هي المحاسبه ولا المساءله؟ حاسب الاخ محمد؟ اللي هو ما بين المواطن والعضو مجلس البلد. طيب يكفي انك يعني انك تمضى عضو المجلس البلدي انه في عليك رقيب من المواطن. صحيح. او انه في وضع انه باي لحظه بتغلط فيها بتتحاسب ويعني لك تاخذ اللي الأخ سأل إنه في فجوة ما بين المجلس البلدي وما بين اللامركزية من خلال اطلاعي على التجربة، وكانت التجربة هي يعني أول شيء جديدة على الاخوان اللي سبقونا اجتهدوا عنده يعطيهم الف عافيه، وهي تجربه جديده كانت. الان انه احنا برضو انا كشاحن سوري لم اخذ تجربه اللامركزيه سابقا، انا جديد على اللامركزيه حاليا، ولكن هناك اذا لم يكن هناك، وانا حكيت في حديثي اذا لم يكن هناك تشاركيه ما بين اللامركزية وبين المجلس البلدي أيضا، وما بين المؤسسات الخاصة والدوائر الحكومية والمؤسسات المجتمع المدني، لم نصل إلى الهدف المنشود أبدا أبدا أبدا. يعني لما تكون اللامركزية تشتغل على هواها وفي واد، والمجلس البلدي أيضا في واد آخر، لم نعمل تشاركية، لم نسوق أنفسنا. لازم أن نسوق أنفسنا من المؤسسات ذات العلاقة، سواء كانت خاصة أو كانت حكومية أو مؤسسات المجتمع المدني. بالحركة زي ما بيقول بالمثل الشعبي، بالحركة بركة. إحنا بنعرف إنه المجلس اللامركزية هو عبارة عن إقرار اللي بيجي من وين؟ من اللجنة التنفيذية. الآن إحنا دورنا للمجلس البلدي الجديد، لا ما لنا بس إقرار، إحنا بدنا نطلع على الخطة اللي حطوها اللجنة التنفيذية، بدنا نطلع على دليل احتياجات اللي يتم وضعه، بدنا نطلع على دليل احتياجات المدينة. بعدها إحنا كمجلس بلدي عفواً كلا مركزية بدنا نحط أولويات، بدنا نرتب إيش الأولويات اللي بنحتاجها المدينة. حتى بالآخر هاي المشاريع التنموية اللي بننشد إلها، اللي نجيبها من خلال موازنة المحافظة، من خلال جلب المستثمرين وتشجيعهم مش تطفيشهم. إحنا حقيقة ما نسمع عليه إلا تطفيش لعدد كبير من المستثمرين اللي حبوا. أنا بحكي من الآن، يعني إحنا في عندنا نمو اقتصادية هائلة. أول إشي استغلال بيت الصلب. اثنين، في عنا شارع الستين. ثالثا، من الناحية السياحية اللي الآن إحنا على قائمة التراث العالمي لازم نشتغل عليها. بدنا إشي بسيط، ننطلق من الإشي بسيط. في عنا المساعدات اللي بتيجوا، هذا اقتراح بدي أقدمه دائما. الأسر المحتاجة دائما، والأسر العفيفة اللي بنقبلها كلياتنا. ما في واحد في الصف الا ما بيقدم وعنده نسعه الخير، لكن الى متى ننتظر؟ الى متى ننتظر انه هالمواطن او هالاسر العفيفه انها تيجي تمد لنا ايديها؟ لا، في عندنا اسر منتجه رائعه، ايديها بتلتف الحرير، ولكن ينقصها التسويق، التسويق. الجمعيات بتيجي تحط طاوله، بتعمل لها يوم يومين، بتخسر اللي هو اجار السياره تنقل المراه شغلها اللي اشتغلته بالبيت، لا، وبعدين بدها تاخذ سياره ترجعهم لمدى ثلاث ايام، ما بتقدر تبيع اي شيء. لماذا لم ننشد نقوم على اقامه بالشراكه مع المجلس البلدي، مع المؤسسات ذات العلاقه، ان نعمل لهم مكان خاص دائما هذول الاسر انه ينتجوا ويجوا يعملوا كاي سوبر ماركت، تستمر معاهم التسويق عندهم، مش انه يوم ويومين وثلاثه وترجع للمراه، لا. في عندنا سوق، لو المجلس البلدي او البلديه استاجرت مبنى، السنه الاولى كانت تدفع اجار هذا المبنى، العائلات المسؤوله تشتغل ببيتها
سواء اللي بيشتغلوا بالاطعمه، سواء كان بالتقريز، سواء كان بالتراث، سواء هي من هذا المنطلق انا بناتي انه يكون لهم مقر رئيسي على مدار العام يسوقوا منتجاتهم. وانا بطلب على شغلين حجر واحد. سوري، اول شيء انه انا هاي المراه بتشتغل بالبيت في ابنها بيوقف في هذا المحل ببيع، اذا انا شغلت ايدي عامله، رفعت اقتصاد الاسر هاي بالشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث، صار عندهم وفر ذاتي بدل ما يمدوا ايديهم. لا، في كثير من المتبرعين وفاعلين الخير، لماذا لم نوحد الجهود؟ سوري. في عضو مركزي فورس الجولة. لذلك أنا رفعت من اقتصاد هاي الأسر وشغلت أيدي عاملة أبنائها. اثنين، في عندي ترميم بشغلات بسيطة، بيوت الصد كثيرة الحمد لله رب العالمين، ممكن أنا أستخدمها. يعني العفو للمقاطعة، بس أنا امبارح من خلال عضو البلدية لا مركزية احنا من ياكو للعافية. نعم يعني حتى تكون الأمور بسياق، يعني الازدواجية في أي عملية بتعدي فيها لا فكر، يعني الهم كبير اللي مش مطلوب فقط من عضو لا مركزية ولا عضو البلدية لوحده، كما ذكرت في البداية إيه واحدة لا يمكن إحنا نذكر. إحنا مطلوب منا كلياتنا في الصل إعادة تقييم ابتداء من الهيئات الثقافية والجمعيات الخيرية وصولا أن نضع فيه مندوبينا سواء في البلدية سواء في اللامركزية برامج مبنية على التغذية الراجعة في هموم وقضايا المدينة. أنا بديش أوقف كل الحديث يا أخوان. أبو النمر تفضل. والله يا ربي أستفسر وأسألك إن شاء الله. بالنسبة لمشروع وسط المدينة، يعني أخذ خلينا نقول وقت كبير. بدي أسأل شو أسباب تأخير هذا المشروع؟ هذا سؤال واحد. اثنين، أسباب توقف المشروع الآن، شو المعوقات اللي قدام هذا المشروع؟ سؤال ثالث وأهم من الاثنين، كلهم يعني ضمن المشروع وسط المدينة، ماذا يكلف الآن توقيف هذا المشروع؟ شو بيكلف؟ البلدية أو الممولين أو المانحين، شو بيكلفهم؟ من رواتب، من حراسات، من خلينا نقول إيجارات، أمور. شكرا. أبو زندانا، يعني أحول هذا السؤال كله لحولته لرؤساء البلدية. والله إذا سمحت تصور يا أبو. صور. بما أنك بما أنك أحد. بما أنك أحد. أو لرؤساء البلدية. ماشي، هو رئيس البلدية. هل هو صاحب القرار لحاله ولا مع أعضاء البلدية؟ يقول بحول القرار. أنا بعتذر عن الإجابة، بحول لرئيس البلدية اللي بده ينزل أو السابق أو القادم. الأخت صباح يعني تتحفظ على الإجابة على هذا السؤال لأنه ضمن اختصاص رئيس البلدية، ورئيس البلدية هو عضو في اللجنة الملكية المعنية في متابعة مشروع وسط المدينة، ويعني نبدأ في المفروض يكون في هذا المقترح من رسالة للأعضاء كان بلدية أو لا مركزية، يعني لازم يكونوا على تواصل على خط واحد ما بين المواطن وعضو مجلس البلدية أو المواطن وعضو لا مركزية، وأكيد عشان تكمل الدائرة المفروض تكون كامل كملة مع مجلس النواب مع نواب محافظتنا، يعني لما يكونوا مجتمعين أكيد راح يكون الباور يعني أقوى وأحسن. أخوان احنا لقاء وبرنامج انتخابي وليس عموم المدينه الجامعه،
قوم المدينة لا يستطيع الإجابة عليها، لا مرشح بلدية ولا مرشح مركزي. في قضايا، في قضايا عديدة احنا غير منظمين. احنا بدنا نكون منظمين. التنظيم البيت الداخلي لما حكينا وطرحت مجموعة الشباب اللي قاعدة تتحرك، واللي هايهم قسم منهم حضور موجود في هذه المدينة، قلنا انه التغيير في النهج والسلوك بكيفية تعاملنا مع الأعضاء اللي نازلين، الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين حتى نستطيع ان نختار بطريقة صحيحة. هذا ما طرحنا، وهذا ما علينا نحن انه نكون احنا مقدمين برنامج تغذية راجعة، شو اللي بدنا اياه لأي مرشح. اما الان اذا فتحنا المجال على كافة المحاور عالنائب والبلدية واللامركزية، اعتقد اننا بحاجة لوقت كبير حتى نستطيع هاي، لانه احنا على بث، والبث بالعادة يعني لا يستغرق الوقت الطويل، وهذه عبارة عن بداية وانطلاقة. وكل الشكر للناشطين وللأخ محمد باكير أيضا اللي استضاف هذا اللقاء في مقهى باكير. أعادنا إلى الماضي، كانت مقهى باكير في الصلب هي عبارة عن التداول في الشام العشائي والعام، والمغربي كانت باتخاذ القرار السياسي. يا حبذا لو أن الجميع يحتذي في هذه الخطوة، وهي بداية للانطلاقة ستستمر من هون. نوجه دعوة مش باسمي، احنا فريق الإعلام وفريق ناشطين، نوجه دعوة لكل من يرغب بأنه يعمل هذا الحوار أو يحب يلتقي في مثل هذه اللقاءات فليتفضل، ولهم جزيل الشكر. ونتمنى للجميع انه الله يكتب لهم اللي فيه الخير، واذا كانت فيها خير الله يجيب لهم اياها، واذا كان فيها شر الله يبعدهم. شكرا لحسن الاستماع، شكرا للاخوه المتابعين، شكرا للاخ المعزه، شكرا لفريق العمل الاخوان الناشطين الموجودين، شكرا لاصحاب الصفحات الخاصه، والتي مع كل اسف حاول بعض الاخوان هذيك اليوم انه يهاجموا انهم تشتري وتنباع والى اخره. اردنا من هذا المنبر نقل الصوره بانه عكس ما يثار في الشارع. ابواب الصفحات فاتحه للجميع، الصفحات تستقبل اي راي وراي اخر، واحنا كلياتنا فريق واحد تحت ظل هذا الوطن، ومسيرتنا بهذا الوطن واضحة. حمى الله الأردن، أحب الله الصلب وأهل الصلب، وربنا يحفظكم الجميع، وشكرا.